كيف الله اتعامل مع الخطيه في المرحله الاولى نعم. بعد سقوط حواء وادم انجاز ان اقول ان الله كان امامه حل من اثنين اما ان ينفذ قانونه اللي قاله قبليها يا ادم يوم تاكل منها موت. موتا تموت ينفذ القانون في الحال فيموتا او ان الله تقصد يا جسديا يا جسديا يعني مش مجرد بس انفصال عن الله هم انفصلوا عن الله هو حدث موت روحي نعم لانهم خافوا من الله ده انتوا خايفين ليه ده انتوا كنتوا بتستمتعوا بالشركه معاه هربوا منه خايفين هو ده الموت الروحي انا انا مش عايز اتكلم معاك مش عايز يبقى لي علاقه م. معاك لكن هو كان هيقضي عليهم حرفيا او ان الله يظهر الرحمه لهم على اساس حاجه هيعملها ويؤجل الرد على افتراءات الشيطان 4000 سنة لما يجي المسيح خلي دي دلوقتي طب عمل ايه الله الله شافهم عريانين حاولوا يستروا العري مخزي حاولوا يستروا العري بورقتين ورقتين ما كملش يوم اتنين شمس وهواء ابتدى يعني يقع فالله صنع لهما اقمصه من جلد والجمله تعني ضمنا ان الله قد ذبح حيوان. حيوان واخذ جلده وصنع منه اقمصه من جلده وألبسهم لماذا هذه الطريقه لان الله اراد ان يقول من البدايه لابد لكي ارفع الخطيه وعقوبتها ان تقدم ذبيحه لازم واحد يموت بدلهم إيه ببساطه كده وال... يعني الفكره هي مبادره الهيه إنه مبادره الله الهيه قال موتا تموتا نفس الاله هو اخذ المبادره تمام او زمام المبادره انه يقدم فداء للبشر وحواء بالظبط اول ما لبس الاقمصه من جلد قدروا يقفوا قدام الله وده يورينا انه الله بيلمح من البدايه من قبل اتيان المسيح ب آلاف سنه ما فيش وسيله تنفع امام عدالتي الا الذبيحه مم علشان تظهر محبتي للخاطي لازم في الاول العداله تاخد مجراها وده تناسق في صفات الله لما جه المسيح بعد 4000 سنه ومات على الصليب برهن ان الله عادل ايوه ليه لانه خطايانا اتحطت عليه ودفع ثمن بين ان الله صادق اه طبعا لان اجره الخطيه موت م. بس شالها البديل م. بين ان الله محب يا هو في منظر بين محبه الله غير الصليب م.